السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة السادسة من تاريخ الضياغم، حياكم الله. سبق وأن تكلمنا بالحلقات السابقة عن الأنساب وعن التواريخ وعن المعارك، وكانت الحلقة الخامسة عن معركة السناعيس بقيادة شهوان ضد ملوك اليمن، وكذلك تكلمنا عن الهجيرة والجعيفرة. في هذه الحلقة نتكلم عن قصة فارس بن شهوان بن منصور الضيغمي، وهو ابن شيخ قبيلة الضياغم اللي هو فارس بن شهوان. فارس بن شهوان طبعا القصة حصلت في الجنوب قبل هجرة الضياغم وبعد معركة سنوعيس. معركة سنوعيس حصلت عام 702 هجري تقريبا، وقصة فارس بن شهوان حصلت بعد هذه المعركة. ذكرت هذه القصة وقصص الضياغم ومشاكلهم بعدة مصادر تاريخية، من ضمنها كتاب شعراء وفرسان من الصحراء محمد الهاجري مؤلف 1992، وأيضا كتاب الرواية المحلية لسيرة عمير وعرار للدكتور سليمان حصان، وكذلك منطقة التثليث وما حولها. أيضا الدكتورة إليسون ليريك الأمريكية كانت مهتمة بتاريخ الضياغم وتغريبة بني هلال، وكتبت ألفت كتاب عن تغريبة بني هلال حروب الضياغم أو الضيغم. كذلك الشيخ محمد بن حسن بن صالح بن معيلي العبيدي، وهو أحد شيوخ عبيدة، في كتابه فرسان من وادي سبا قصة رحيل الضياغم وحروبهم تكلم، وهم شيوخ عبيدة، تكلم عن الضياغم ومعاركهم وحروبهم. هذا اسم الشيخ. أيضا كتاب تلويحات شهوان بن منصور الضيغمي زعيم الضياغم في القرن السابع الهجري لأحمد العريفي، أيضا تكلم عن الضياغم وقصصهم. كتب كثيرة تكلمت عن قصص الضياغم، وإضافة إلى الروايات الشفهية المتناقلة عن الأجداد، وبعدها تتوالى القصص والمعارك بين الضياغم ومشاكلهم. بطل القصة هو فارس بن شهوان، كان شجاعا مقداما وسيما مغربا مغرما بصيد الغزلان والوعول، وكان إذا صاد من هذه الغزلان والوعول يهدي إلى جيرانه هدية كانت تسمى المصفوحة، يسمونها المصفوحة في وقتها. أحد جارات فارس ظنت أن فارس مغرما بها، وحاولت أن تستميل فارس لكن وتتقرب إليه، لكن فارس أبى ورفض هذه الفكرة، وليس من شيمة الضياغم أن يطمعوا في جارات أو قريباتهم. لكن هذه الجارة ساءها صد فارس بعد أن أقبلت عليه واعتبرتها إهانة له، وأضمرت في قلبها شرا لهذا الفارس. كان شهوان والد فارس، شهوان بن منصور الضيغمي، كان ذاهبا للغزو في غزوة، وفارس كان ذاهبا إلى الصيد. أضمرت هذه البنت الجارة أضمرت لفارس شرا. عندما عاد شهوان من هذه الغزوة منتصرا أقبلت عليه جارتهم وأخبرته بأن ابنه يتحرش بها، وثارت ثائرة شهوان وغضب من تصرف ابنه، رغم أنه بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب. ولما أقبل فارس من الصيد يريد تهنئة والده بالنصر والعودة من الغزو سالما، ضربه أو لطمه على وجهه، تكلم عليه بكلام بذيء وقال له خر يا الهمع الزمع
يلي تعس القصائر أو من هالقبيل الكلام، اللي بيزعل فارس ثم أن فارس غضب وجمع بعض من رجال الضياغم وكذلك إضافة إلى بعض العبيد عبيده، وارتحل إلى إيران أو الحواز، ارتحل إلى الحواز. يقال أن رحلته كانت عبر الشرق إلى قطر، ثم في منطقة هناك اسمها الفويرط حسب ما جاء ببعض المصادر، يقال أنه سميت بفويرط لأن فارس فرط منها. يهمنا أن فارس وصل إلى الساحل، ساحل الحواز أو إيران أو جنوب العراق، فسكن في تلك الديار وحكم تقريبا 90 قرية حسب الروايات وحسب قصيدة فارس، حكم فيها 90. طبعا يقال أنه جلس ما يقارب 25 سنة، لأن سوف إن شاء الله بالقصص القادمة راح نذكر عودة فارس من تلك الديار لأخذ ثأر أخيه محمد بعدما قتل أبو الجعفر وقتل أخيه عقيل بن راشد أخوه من الأم، قتله ثأرا بأخوه من الأب في معركة سميرة ورع البكر. عندما وصل إلى الساحل أرسل مع أحد رجاله ويدعى عمار، أحد رجال القبيلة ويدعى عمار، أرسل معه رسالة وهي عبارة عن أبيات قصيدة إلى أبيه يخبره أنه مظلوم وأنه لم يلتفت لهذه المرأة ولم يلمسها أو لم يغازلها، وأن هذه تهمة ألصقت به. طبعا وضع خطة بالطريق، يقال أنه أفرغ بيض النعام، كل منطقة يمرون بها يفرغ جوزين من بيض النعام ويضع فيه بعض الماء حتى يشرب منه المرسول بطريق الرجعة، ووضع علامات في أماكن متباعدة حتى وصل المرسول إلى أبيه، ثم قال هذه القصيدة أمام مسمع القبيلة: سبريت يا عمار أقصى منازلي بين المقادي والبحر والحواير، تزداد يا عمار في كل منزل ذخيرة لك ملن الذخاير، من حيث يا عمار تدخل وتختفي ولا أقول يا عمار بالقصد ضاير، لابد ما يا عمار تاتي وتنثني لبوي شهوان عزيز القصاير، تلقى حويشات يدوسون شورهم من بينهم مثل السفينة المخاير، هذه على أخوها وهذه على ابنها وهذه على خلانها والعشاير، فلا هم إلا من يخلي ابن عمه ولا زمع إلا من يعس القصاير، والله ما غيرتها من منامها إلا مصافيح أسمان العقاير. بعد ما سمع شهوان والقبيلة هذه القصيدة من عمار المرسول من قبل فارس بن شهوان، عرفوا أن فارس مظلوم وأن البنت ظلمته. طبعا هذه الجارة البنت تكلمت أمام شهوان وقالت إن ابنك مظلوم وأني أنا ظلمته لحاجة بنفسي وأبيك ترجعه يعني. فقال أنا ما سويت إلا اللي يقتضيه الأمر تجاه جارتي. فيوم سمع أخوها أنها ظالمة يعني فارس، خذ السيف وضربها بالسيف قطع راسه قتلها. طبعا يوم سمعوا الضياغم وشهوان بعودة عمار استبشروا بالخير، لأنهم ما يدرون وين راح فارس. قال شهوان هذه القصيدة بعد أن أولم وليمة كبيرة، يقال أن ذبح 70 من الإبل فرحة بهذه الرسالة اللي جت من ابنه فارس.
صايح عند العصير استهاضنا، يقول إن عمار خياله شيف. ركبنا طوال الخيل من فرحة تنبه، إلى العجلة عند العصير عذيف. منيف على بنت العذي وجده، منيف وجده ضيغم ابن منيف. تناست بها الأشرار لين جعلنا كما الذهب الصافي عباه نظيف. منيف اللي خيلنا تلتويبه كما حجن اليدي تلتوي بعريف. حضرت له بس فالجية كرامة 80 صحن سمنها ذريف. يدعى عليها الضيف والجار قبلنا، ويدعى عليها نازح وضعيف. طبعا فارس بن شهوان كان زعلان، ويوم هاجر ما رجع، جلس تقريبا حوالي 25 سنة. لكنه حكم في تلك الديار، يقال أنه حكم 90 قرية، وفي قصائد كثيرة من ضمن قصيدة فارس نفسه اللي يقول فيها، يقول العبيدي والعبيدي فارس، أنا جاهل والحر تمضي جهايلة. جهالة شجاع داج في ديرة العدا، سيف يشيل الرأس من عظم زايلة. ملكت بحد السيف 90 قرية، ولله نكرم ضيفنا من فضائله. هذه القصيدة ذكرها بعد عودته لأخذ الثار من قتلة أخيه اللي هم أبناء عمومته الراشد في سميرة وريع البكر، معركة ريع البكر. وأيضا توجد قصيدة ثانية للشاعر رشيد الحمادي الجعفي الشمري قبل 100 سنة تقريبا، يقول من ضمنها: لا تحسب انك يا المسولف محنتنا، حنا القبائل عارفين طرايقه. حنا اللي ولينا بغداد والعجم، شوف سفننا بالبحار غارقه. يذكر فارس بن شهوان لانه اغرق السفينه وغرق فيها. ورد في وثائق تحفه الابرار ان فارس بن شهوان وذريته بالعراق يعرفون بالعبيدي، ومعه 500 عبيدي ضيغمي. طبعا ضياغم بعضهم بالأحواز اللي هي إيران، وبعضهم جنوب العراق، وبعضهم تفرقوا. هذه قصة فارس بن شهوان، وراح إن شاء الله ننزل لكم بعض المقاطع من الأحواز، فيها بعض الإيرانيين يتكلمون، الأحوازيين بالذات يتكلمون عن ديار فارس بن شهوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله إن شاء الله الحلقة القادمة راح نتكلم عن أولى حروب الضياغم ومشاكلهم ومعاركهم. هيا. هاي البلاد اللي ورانا الفوارس، يقولون يعني وجه التسمية سبب فارس بن شهوان اللي يعني جاي من الخليج وساكن في هاي البلاد، مسمينها الفوارس. وهذا النخل بعد تشرفنا اليوم بأخونا العزيز الغالي ضيف علينا من الأحواز، وليس الأهواز، الأحواز، كلمة عربية أصيلة، الأحواز لأنها كانت أحواز العرب. أخونا الضيف العزيز علينا فالح بن منصور بن مطر الزهيري. ونعم الساحل في مليونين يسمون عرب فارس، ليس عرب فارس لا على التسمية العجمية، بل إلى نسبا إلى الشيخ فارس بن شهوان بن منصور الضيغمي، هي اللي اجى من وادي عبيده وسكن هاي المنطقه، والقبائل التمت معاه التمت معاه نعم مليونين، والاحواز في 8 8 ملايين.